الله يرحم الشهمين اللي راحوا، الله يرحم النشامة من خدام الحسين اللي راحوا. حياكم الله. في سورة آل عمران يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ولا نداء لدينا أصدق من نداء لبيك يا حسين، لا نداء أقرب لنا من نداء يدعونا للحسين وذكره وعزائه، فنعم ذلك النداء ونعم تلك الأصوات التي من بينها صوت الخالد الخطيب الشيخ عبد الوهاب الكاشي رحمه الله: هل مر عليكم ساق للمهج وتارس لجيوب الدموع؟ هل كان في حسبانكم ألم يزرع ويشتل في القلوب على حب الظامئ اللهفان؟ هل سمعتم صوت ذلك الساقي يمشي ويمشي ولا يتعب ولا يبالي؟ فلنمشي بلا تعب ونستمع لصوته. إن تحسبوا أن السهم في نحره، إن تحسبوا أن السهم في نحره طوق يحلي جيده وعسجدا تلقح سيان دم الطفل بيده، تلقح سيان دم الطفل بيده، إش حال اللي يجتنب حضنه وليده سالم، وترى يسجفه من وريده ولب للسما وللقاع مخر، يا ويلي من لفت سكنة تنادي تنادي يا ابويا العطش هل فتت فادي، صدت لن اخوها الطفل غادي يلولح رقبته ودمه ويفوير طفل ورضيع شجايان ذنبه، طفل ورضيع شجايان ذنبه، فطر ويا القلب العطش قربه، ولي يا ابني يا ابني يا عبد الله على فرقك، يا ابني لتسر قلبي بشرته، انكسر خاطري مذبوح شفته، انكسر خاطري مذبوح شفته، غارج بدمه ولا عرفته. كان يسير حاملا قربة أحزانه وموسيقى طفه وراء ركب العقيلة، فيدور خلفها ناعيا وباكيا وساقيا للدموع في ربوع بيروت وما حولها، يجيد ذلك الصوت الطريق إلى منبر الحسين، مخنوقا لا بعبرته فقط بل بشيبه الحزين، إرثه المنبري تحول لمدرسة خرجت أجيالا من الخطباء للمنبر الحسين في لبنان،
وهنا شيبه الشعائري وتراثه المنبري يطرز الهوية المنبرية. الله يرحم الشهمين اللي راحوا، الله يرحم النشامة من خدام الحسين اللي راحوا.